ليكم كيدايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده. المهم انا عارفهكم بلي ما فهمتوا والو، بان لكم بلاكه ديال تماره كتقولوا ويلي هذه فين غاديه. المهم انا جيت عند فاطمه صاحبتي مولات الحلوه اللي فايت لي اني حطيت فيديو ديالها اللي صورته معاها في الدار ديالها. كنا صورنا هذا الفيديو في ذكرى مولد النبوي الشريف، واليوم جيت لعندها لانني توحشتها وشحال هذه ما شفتهاش. ودائما فين ما كنبغي نجي عندها كنقول لها عافاك فاطمه انا ما بغيت والو، بغيت غير دوك الرغيفات اللي كيكونوا مقليين ومعسلين في العسل وبطبيعه الحال معمرين بالعقده ديال اللوز. ما نقول لكمش كيفاش كيجيو، كيجيو رائعين. وقلت انا نستغل الفرصه ونصور لكم هاد الرغيفات ونوريكم الطريقه كيفاش كتصوبهم فاطمه. ما تمشيو فين، نطلعوا للكوزينه نشوفوا كيفاش كتصوبهم. المهم دابا انا وفاطمه طلعنا للكوزينه باش غادي نبداو العجينه. بيان سور ماشي انا هي اللي غادي تعجن، لان العجينه خاصها جنة على تيساع وخاصها ترتاح باش تعطي الطوع في الخدمه. فاطمه شنو عندنا في المقادير؟ 4.5 ديال الطحين، عندنا 4.5 طحين هنا في القصريه، وبيضه وحده، بيضه هادي فاطمه، الماء باش نجمعوا في الاخر، ما دافي حسيت بيه دافي. هذه زلافه ديال الماء، ما غاديش دار كل مهم على حسب العجينه. زلافه ديال الماء دافي، شويه ديال الملحه، جوج معالق كبار ديال الزيت، معلقة كبيرة ديال السنيدة، ساشي ديال الخميرة ديال الحلوة. يلا فاطمة على بركة الله. البيض ودرت شوية الملحة، ودابا غندير الزيت. الزيت قلنا جوج معالق ديال الزيت، معلقة الأولى، معلقة الثانية، وقلنا معلقه ديال السنيده. معلقه السنيده، انا راه هاد الرغايف كيحمقوني. نهار اللي كنكون جايه عند فاطمه دائما كديرهم ليا خماره وحده. انا كنهضر وراني حاضيه معاك. ملي كنكون جايه عند فاطمه دائما كديرهم ليا، لان راه كيسطيوني. وقلت ليها هداي هاد المره غادي نصورهم. دابا كنبداو نجمعوا العجينه ديالنا. امي هدافيه، والواحد ما يجيش يجي يزرب على المدقه وحده، شويه بشويه. هاد 4.5 ديال الطحينه فاطمه كتخرج الخير والبركه ديال الرغيفات ياك. لا بغا كثر يزيد كثر، يدير نص كيلو ديال الطحين. المهم دابا هذا القياس اللي عطيتينا ديال 4.5، والواحد ديك الساعه الا بغى يذوب المقادير يذوب. هاي ذوبنا. كتبغي شويه ديال الدليكه فاطمه؟ تدلك مزيان. خاصها تدلك مزيان. وشحال تقريبا كتخليها ترتاح؟ شي ربع ساعه هكاك باش تجي سهله في الطليق. صافي، اذا في هذه الحاله الواحد يعجنها هي الاولى ويخليها ترتاح، ويمشي ونمشيو نصوبوا العقده ديالنا ديال اللوز. كلشي عند ليك. وبالاخص دابا سيدنا رمضان على الابواب، الله يدخلوا علينا ويدخلوا عليكم بالصحه والسلامه. هاد الرغيفات اغلبيه الناس كيستعملوهم في رمضان وفي العيد، في الفطور ديال العيد ياك فاطمه. إيه. انا كيحمقوني. وواحد النصيحه بلاتي شويه فاطمه غتقولنا على واحد النصيحه حتى تبدا تورق فيهم، واحد النصيحه زوينه انا يلاه عرفتها، على طريقة احتفاظ بالرغيفات لمدة طويلة. دابا صافي سالينا العجينة، غنحطوها باش نرجع نكورها. صافي ديري فاطمه صبعك عافاك بحال هكا باش يشوفوها الناس. صافي هي ولات رطيبه، ماشي قاصحه وماشي جاريه عاوتاني. باش ما تلصقش العجينه كندهنوا البلاصه اللي غنحطوا فيها.
دابا فاطمه كدهني البوطاجي في مره بزويته لان تما فين غادي تلقي العجينه ياك. اه كديري لهم صغيرين نشوف فاطمه القياس قداش. فاطمه تبارك الله كتبان لي شاده العبر في يديك بحال ماما. ماما كتقول لي شوفي راه ما كنعبر لا في ميزان لا والو العبر شاده في يديا يعني شوفي واش بحال بحال ولا ماشي بحال بحال. فاطمه اش كديري ليهم؟ كندهنهم غير باش ما يديروش القشره من الفوق. اه صافي وانا نغطيهم باش يرتاحوا. صافي غنخليهم يرتاحوا وندوزوا للعقده ديالنا. ها انتم عباد الله شوفوا فاطمه على حقره حقره عليا. ها انا هزيت هاد المنطه على غفله كنقول اش كاين هنا. شوفوا هذا قالت لك خبيز بالزيتون. شنو فيها فاطمه؟ الزيتون خضر وكحل ياك بان ليا. الكحل من الداخل والخضر غير من الفوق. والخضر من هذا وشنو اخر والعطري شنو دايره؟ من السماء وما قيل الزعتر. آه. و لا دايره شويه السانوج وشويه زنجلان وشويه الزبده. واه فاطمه حكرتي عليا هاد النهار هادي باغا تخرج عليا هادي اللي باغا تخرج عليا. فايطنا مسكينه فين ما كنبغي نجي عندها كتهلا فيا وكدير لي الشهيوات زوينين. مهم هنا عندنا ربعه ديال اللوز مسلوقه ومفسخه النص ديالها تقلات والنص بقى خضر. من بعد جمعناهم بجوج ماشي انا فاطمه جمعتهم بجوج وطحناتهم مع 100 غرام ديال سنيده باش عطاونا هاد العقده هادي. وشنو زادت عليها؟ زادت عليها المسكه الحره وشويه ديال القرفه وشويه ديال الزبده وواحد جهد معلقه ديال الماء زهر. ها العقده ديالنا كيفاش جات ولا ما نقول لكمش واحد الريحه عاطيه عجيبه. وهاد العقده اللي كيكون فيها النص مقلي والنص خضر كتجي لذيذه حتى في البريوات. للبريوات ان شاء الله غادي نشوفوهم باذن الله غادي نصوب لكم البريوات ديال العقده اللوز لا المحمر ولا الخضر. هذاك الخبيز اللي وريتكم قبيله ها هي راه خمر وفاطمه دهناتو بالصفار ديال البيض ورشاتو بشويه ديال الزنجلان البيض. فاطمه راه دارت ديك زليفه ديال الماء لان قالت لي عندها هذا الفران بحال كيشرب شويه بغات باش داك الماء يدير ديك لا فابور ديالو في الفران والخبيز باش يجي رطب وما يجيش قاصح. صافي دابا غادي نكورو الكرات ديالنا. انا راه غادي ندير عيني ميزاني وفاطمه غتقول لي واش هذا هو القد اللي بغات ولا لا. خصنا نخرجوا 19 حبايكه فاطمه. آه. شوفي فاطمه كبيره, شوية كبيرة. نقص منها باش نعبر لا هذه صغيره. صافي غادي نعبروا 19 حبه ولا شاط لينا شويه من العقده نزيدوا فيهم. تحسي باللوز عاوتاني غايف ناكل غير بحال هكا والله العظيم عرفتي شنو فكرني في رمضان عرفتي الريحه ريحه القرفه والزهر كنتفكر رمضان. الله والله الا طالع فوقاش يجي رمضان. صافي دابا غادي نبداو نورقو في الرغيفات ديالنا. فاطمه كتلقيهم مزيان ياك؟ اه تنخلي الوسط شويه باش ما يخرجش اللوز. غير باش نقول لكم راه حنا شويه دوك الكويرات اللي درنا كانوا خرجوا 19 وحده راه حنا زدنا شويه نقصنا كل وحده نقصنا لنا شويه لان كانت عندنا العقده خرجت لنا اكثر من 19 درنا على حساب العقده. شحال خرجت من وحده هنايا؟ شي 20 وحده. 20 ايوا شنو على وحده؟ وعلان انا لا بقى خرجت كسا وعلى هادي فكر رجعها باش ترتاح. ما عمرني ما درت يديا فيهم جاوك شكل عادي بحال كديري مسمن غير هنا اللي كتخلي شويه هنا باش ما يخرج باش ما يتحلش. صافي شوفي صافي مزيان صافي انا رقصت شويه ولكن ماشي مشكل.
كيبانوا لك كيبداو يطلعوا كتقلبيهم داك الساعه ياك. غادي نديرو مخصهم شي، ما مخصهمش يجيو طاعين بزاف حيت فيهم اللوز هادو ماشي فحال رغيف الخاوين باش ما يتفرقعوش ياك باش اللوز ما يخرجش. صافي كيف ما كتشوفوا فاطمه راه كتقلي وانا كنعسل باش نتعاونوا على الخدمه دغيا. هادشي واخا هكا فاطمه راه كيبغي شويه العوين تسقطرهم شويه من العسل وغادي ندردرو عليهم شويه ديال الزنجلان ها هو منقي ومحمر. بغيت نقول لكم واحد الملاحظه بالنسبه للتعسل، راه العسل راه ماشي سخون، العسل بارد كنديروه في شي زليفه بحال هكا تكون غارقه ولا شي كسرونه ولا المهم فاش ما كان صافي وكنبداو نعسلو لان ديجا الرغيفات ديالنا سخان ديك السخونيه ديالو هي اللي كتجري لنا العسل. فاطمه دابا في القلي ما كديريش كلشي في دقه واحده باش تغلبي عليه ياك باش كتبقاي تقلبي باش تبقاي تقلبي وحده باش يتنفخ. واحد الملاحظه بغيت نقولها لكم راه قالتها ليا فاطمه واللي دويت عليها قبيله كلكم راه غنقولها لكم هو ان هاد الرغيفات تتقدروا تصوبوهم بحال هكا وتقرصوهم غير شويه بحال دارت فاطمه وكتقليوهم ولكن ما تقليوهمش حتى كيتحمروا بحال غير كتشمعوهم غير نص طيبه ياك فاطمه غير نص طيبه وكتحطوهم حتى كيبردوا وكتجمعوهم في شي ساشي اللي كي ساشيات ديال الكونجيلاتور طاسا زعما بواطا ولا اللي كان ووقت اللي كتبغيوهم كتجبدوهم من الكونجيلاتور مكونجلين من الكونجيلاتور للمقله كتقليو وتعسلو يعني طريقه سهله وتيبقاو بحال هكا يجيو بحال هكا يعني ملي كتخبيهم في الفريكو خاص بغيتي تخلي غير 5 ولا 4 ماشي ضروري تقلي كلشي يعني كل مره تقلي اللي بغات باش كيبقاو بحال جداد ملي كتخليهم كيبقاو زويونين ومقرمشين. والله الا طريقه زوينه انا ان شاء الله نوجدهم لعبه انا كيعجبوني في رمضان رمضان تقدري تقليها 6 هكا كيكفيو.
واعرين واعرين وبصحة وراحة. وكنتمنى هاد الحلقة تكون عجبتكم ونتلاقاو في حلقة جاية ان شاء الله.